مي المقابل الحمد لله كنا داخلين في بريمير ميطون، كنا غادي محكمين في امور كانت واحد ضربه جزاء اللي ربما اللي اثرت شويه على وربما كاين العياء شويه مع السفر طويل داك الشيء. كنا غنحجزوا في الطائره ما كتبش وجينا في كار الحمد لله واحد 600 كيلومتر ولا 700 كيلومتر اثرت على شويه على الدراري ما يلعبوا مقابله يوم الاربعاء ومقابله اليوم كانوا شويه ديال العياء. الحمد لله رجعوا ان شاء الله في الملعب ديالنا يوم الاربعاء انتصروا ان شاء الله باش نزكيو الانتصارات ديالنا ان شاء الله.